حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي في مزاد يوم الأربعاء بنسبة 18% لتصل إلى 213 مليون دولار. وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي نحو 213 مليون و200 و57 دولار، مرتفعا بنسبة 18.33% مقارنة بيوم الاثنين الماضي والتي بلغت فيه المبيعات 180 مليون و918 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير بشكل نقدي. جددت شركة توتال إنرجي تأكيدها أن الاتفاق المتعثر مع العراق بشأن مشروع للطاقة بقيمة 27 مليار دولار لم يصل إلى حل حتى الآن، على الرغم من موافقة الشركة في أيلول عام 2021 على الاستثمار في 4 مشاريع للنفط والغاز في البصرة على مدى 25 عاماً بمبلغ أولي قدره 10 مليارات دولار، غير أن الاتفاق الذي كانت حكومة بغداد تأمل فيه أن يعكس خروج شركات النفط الكبرى من البلاد عالق وسط خلافات بشأن الشروط. شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا في بداية التداولات غداة صفقة استحواذ مصرف يو بي اس السويسري على مصرف كريدي سويس في عملية إنقاذ لم تساهم في إزالة شكوك المستثمرين في صلابة النظام المصرفي السويسري. وبعد انهيارها ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف، فارتفع مؤشر بورصة باريس 14% ومؤشر فرانكفورت ولندن 14%، فيما سجلت أبرز أسواق المال الأوروبية تراجعا عند بدء جلسات التداول، فيما تراجع أبرز مؤشر في بورصة لندن بنسبة فاقت 1%. تترقب أسواق المال العالمية بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية وسط أزمة مصرفية تضرب بنوكا في الولايات المتحدة وأوروبا. وبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الثلاثاء اجتماعا يستمر ليومين لاتخاذ قرار بشأن سياسته النقدية ونسبة الفائدة على الدولار. وتتوقع تقديرات اقتصادية وأسواق مالية زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 25 نقطة أساس، بينما تتوقع تقديرات أخرى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية والبالغة نحو 5% بدون أي تغيير. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار إصراف أو إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.